حبيبي؟ اه المقاسات كلها مظبوطة، كله تمام. خشي يلا نقي شوفي هتاخدي ايه. اوكي. سوري يا حبيبي الشماعة جت في عينك؟ ولا يهمك. انت مستغربة كده ليه؟ انت جوزك ما بيقسلكيش ولا بيضربك؟ لا. انت اكيد مش من مصر الجديدة. ايه؟ في الحاجة؟ ما انا ما عجبتنيش حاجة بقى فسبتهم كلهم جوه. طب يلا امشي قدامي. يعني يا هانم بتلففيني وراكي ساعتين وما اشتريتيش حاجة؟ اعمل ايه؟ ما هو مفيش حاجة عجبتني. ابو الجواز على اللي عايزين يتجوزوا. طب ايه رأيك انا ما طبختلكش النهاردة؟ ما ده استهتار. لو سمحت قول واحد يبص قدامه، واحد وبيقضي بمراته. استني يا ولية. اخرج عادي؟ عيب عليكي، ثقة في الله تعدي. يا نهار اسود. ثانية واحدة من فضلك، ارمي الحاجات بسرعة. ابني يتيم. مفيش حاجة، ادي بزباسكم اهي. 1340 1347 1350 1356. يوه انا زهقت بقى يا هاني. بقول لك ايه، لمي لي كل الحاجة الساعة بس تكون دايت عشان بخسس. شوشو احنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلت لك مش عايزك تخسي. يوه يا هاني بقى. خلاص هي كلمة. ها يا عم الحاج عملنا كام؟ لحظة واحدة كده 2405. ايه ده؟ انتوا رخاص ليه كده؟ بقولك ايه؟ اكيد الاكسسوارات بتاعت العربيات دي والميه الغاليه اللي هي في في ان دي. لا خالص، ده عليهم خصم ربع الثمن اليومين دول. استغفر الله العظيم. بقولك ايه؟ ايه؟ اغلى حاجه هنا ايه؟ بص عشان انت حبيبي يعني وانا عجبت بيك عامل معاك واجب. شايف الكاجو اللي هناك ده يا شوشو؟ ب 63 جنيه الكيس. شوشو هات كل كيس الكاجو. ماشي. يلا. حكومه يا شوشو حكومه. ممكن من فضلك اتنين لاتيه؟ في حاجة ولا ايه؟ لا يا باشا مفيش حاجة. حسبتي يا بابي؟ يا حياتي. يلا بينا حبيبي. شكرا. سلام عليكم. باي. بس حلو حبيبي مقاس الشراب ده اللي بيكون لارج، نفسي مقاس السمانة بالظبط. بس انا هجيب الاسود ده عشان يبقى لايق على دقني. صح يبقى احلى. طبعا. أوكي. البس الجزمة يروح عشان ما ناخدش برد. يلا حبيبي. يلا باشا دول كانوا حرامية عايزين يسرقوا لها باشا. وسط تعالوا وسط. تعالي تعالي شوشو. أنا مش مصدقة الفشل بتاعك بجد. هنقول إيه للبنت دلوقتي؟ ما عرفناش نسرق حاجة؟ هو أنا عشان ما سرقتش أبقى فاشل؟ أنا مش حرامي. يعني أنا اللي حرامية؟ بس أنا على الأقل لما بيطلب مني حاجة بعملها. يعني إيه؟ لازم أبقى حرامي يعني عشان تعجبي بيا؟ أنا هأعجب بيك ليه أصلاً دلوقتي؟ أنت بتقولي كلام يقفل القرد، إيه ده؟ العربية بتاعتي كانت هنا. لو سمحت أنا كنت سايب العربية بتاعتي هنا. حضرتك بتضحك عليا، أنا مش نجاح الموجي. وسع يا سيف. يا لو سمحت، كان في واحدة قاعدة جوه معاها موبايلي محفظتي الـ lot of stuff بتاعنا يعني. كانت مليانة كده ولابسة ايس كاب. بالظبط. ما خدت العربية ومشي. طب ما تقول من الأول يعني بتضحك على إيه؟ خلاص يا سيف شوف لنا كافيه بقى نقعد نستناها فيه. شوف لنا قهوة يا سيف. هو بيضحك على ايه ده؟ بيضحك عشان الست نصبت علينا، الست البومبيه سرقتنا. قعدت تقولي لي اصل انا ابص في عين الناس بفهم بيقولوا ايه. منك لله، كل ما امشي وراكي بستاهل ضرب الجزمه اني مشيت وراكي. سيف بتبقى معصب قوي لما بتأفور كده. خلاص انا هتصرف. يا لو سمحت فين المعلم منعم؟ عشان محتاجه اعمل كومبلين على اللي حصل. المعلم منعم راح مشوار وجاي، لو عايزه تعملي كومبليكن في اي ركن مش هنا. كومبلين؟ ليه؟ طلبتي اوردر ديليفري وتاخر عليكي ولا البطاطس الكريسبي اللي بتحبيها ما جاتش؟ افهمي، احنا اتسرقنا. اتسرقنا، هتشتكي لمين هنا؟ عايز تشتكي لمين؟ احنا في وسط عالم نور وحراميه. ولا حسب كده مزمزل؟ انت بتتكلم على مين ياه؟ مش انت طبعا، خالص. بقول لك انا مش مستريح لك وشكلي كده عاملها معاك وعهد الله. لا 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 سيف.
يلا بسرعة. حاضر جاي لك اهو. معلش بس مع الجماعة جم، ان شاء الله تتعور المرة الجاية ان شاء الله. لا 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 انا مش همشي من هنا، نديلي المعلم هنا لو سمحت، في خلل عندكم في السيستم بتاعك. وششتم وتقول ششتم ايه؟ لا ما بتقول يعني انت سكت السيستم وسبت. انا بتكلم بجد، لو فضلنا ساكتين على البلد مش هتتصلح يا سيف. اجري بقول لك. اقف هنا. في ايه يا ابني؟ اقف بقول لك يا هاني. نزلني هنا، نزلني هنا. في ايه يا عم سيف بتتعصب كده ليه؟ ايه اللي فيه ايه؟ مركبنا عربيه مسروقه عشان تقول لي فيه ايه؟ بسم الله عليك. وانت يالا اللي جاي من معرض الكتاب؟ ما انت كنت بتسرق. ايوه الست قالت لي اسرق جاب ب 5000 جنيه مش عربيه تمنها 100000 جنيه. يعني ربنا كرمني اقول له لا؟ ربنا كرمك انت حرامي يالا. ولا ما خلاص بقى. خلاص بقى يا جماعه، دي مش مشكلتنا اصلا. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ انا عندي فكره ممكن تنفع. قولي. اللي حد العفريت يصرفه. بطلوا بقى شغل الدجل والشعوطه بتاعكوا ده. عفريت ايه يا حبيبتي اللي هنجيبه يسرق لنا؟ انت عبيطه، انت هبله يا بنت. انت فهمتي ايه؟ انا اقصد ان احنا نكلم خالتي هي اللي تحل لنا المشكله دي، لان هي السبب وعكتنا العكه دي. طب ما نجيب حرامي تاني اسهل يسرق لنا المتحف وخلاص. تصدقي فكره والله. انت بتقولي ايه انت وهي؟ ما انتوا مش مضرين في حاجه. انا اللي عربيتي اتسرقت وكل حاجتي اتسرقت. سيف انا ساعتي اتسرقت، الحلقة الدايموند بتاعي اتسرق، محفظتي اتسرقت، حتى نضارتي اللي كانت في عربيتك اتسرقت. انت بس عربيتك هي اللي راحت. انت عايزه تفرسيني؟ انا ما شفتش في برودك، انت بارده برود انا ما شفتهاش. اسود ايه ده؟ بوليس. يلا يلا نهرب. نهرب منين؟ اقف يا متخلف ما تهربش كده، موقفنا في القضيه هيبقى زفت. اقف، هو هيعتبروك شاهد مالك. مالك مين يا ابني انت؟ لو مسكوني هيعدموني. لو مسكوني يعدموك ليه؟ وانت كنت بتختصم التاكسي. صدقني انا على اي قواضي تانية. انا مش عايزه اتسجن. لازم نسلم نفسنا، لازم نسلم نفسنا. انزل على ركبكم. طب يعني لو عملت كده مش هياخدوني؟ لا هياخدونا، بس موقفنا يبقى احسن. لا مش عايزه، مش عايزه اروح السجن والله بجد، مش عايزه اروح السجن. ده كان اسعاف؟ اه. انت متخلف وحيوان. انا ما استفدتش منك اي حاجه غير ان بنطلوني اتوسخ. ما هو سرنت الاسعاف زي سرنت البوليس، المفروض يميزوهم. الاثنين بيعملوا، انت تافه يلا. خلف الاثنين بيعملوا ويوا ويوا. خلف ما هي هي. يلا يا جماعه اعزمكم على عصير بمناسبه التاكسي الجديد. لا لا راح فين؟ راح فين اللي راح فين؟ لا اركب بقى دوبر او كريم دوت، هيقولك هيقولك. مش هينفع تسيبوني. لا هيقولك العربيه مسروقه والله. معلش هاني بخاف جدا. معلش خدني معاك يا هاني. انا هركب. مسروقه مسروقه. اه يا شويه هفيات ما عرفتش اربي بقى. حته بنت زيجي تقلبك وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحراميه؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجه ولا هم رجاله بطايق بس؟ لا يا خالتي هم بطايق بس. والبيت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينه كده. تخينه كده؟ لا هي مش تخينه، هي مكوره. طويله ولا قصيره؟ قصيره. مدوره ومكعوره وقصيره. وبتتكلم زي البت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح. ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها. اه يا شويه هفيات ما عرفتش اربي بقى. حته بنت زيجي تقلبك وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحراميه؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجه ولا هم رجاله بطايق بس؟ لا يا خالتي هم بطايق بس. والبنت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينه كده. تخينه كده؟ لا هي مش تخينه، هي مكوره. طويله ولا قصيره؟ قصيره. مدوره ومكعوره وقصيره. وبتتكلم زي البت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح. ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها. يا مو فتحي
انت يا وليا يا ام فتحي اطلعي يا اختي تدلدلي وردي عليا بدل ما بزع كرامتك في الحاره كلها. مين ست صباح؟ يا اهلا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا، فين الجاموسه اللي شبه البقره بنتي؟ ايه لازمته الغلط ده يا ست صباح؟ استني بس، هو انتوا لسه شفتوا غلط؟ قولي للجاموسه اللي عندك دي تنزل بدل ما اطلع لها مدي ايديا في كرشاها اطلعها من زورها واقلبها لك كده اهو زي الشراب. خالتك جامده بس. امال؟ على العموم هي مش هنا. خرجت. خرجت راحت فين يا ولية؟ معرفش خرجت. وانت هتعرفي عن بنتك حاجه وانت شكلك كده؟ خشي تنيلي خشي جوه. عربيتي. حول الله يا ربي. انزلي من العربيه. انزلي يا بت. ايه يا جماعه انتوا فين؟ معقوله كل ده عمال ادور عليكوا؟ بتدوري علينا ليه يا فتحي؟ عشان تقلعينا هدومنا وتسعينا؟ حد الله، ده انا قلت بس اروح مشوار على ما تخلصوا وتقولي. طب وبتاخدي العربيه معاكي ليه؟ شبتت فيكي؟ يعني الحق عليا، لقيتها واقفه قلت البطاريه هتنام، قلت اسخنها لكم. والله فين الحاجة يا بنت حرامية؟ حاجة حاجة ايه؟ انت هتستعبطي يا روح امك؟ ما تطلعي الحاجة بدل ما اعمل معاكي زي ما عملت مع السيد عظمة، فاكراه؟ فاكراه، الا سيد عظمة استني. يلا خلاصي. أولا أنت جامدة جدا. ميرسي. عملتي إيه بقى مع سيد عظمة؟ لا لما تكبري بقى هبقى أقول لك، ابعدي ورا. خد يا ست الحاجة بتاعتكوا إيه؟ كاملة؟ كاملة. خد. شوف الحاجة دي لتكون ناقصة حاجة عشان أخلص عليها. ناقصة؟ مفيش حاجة تنقص معايا. فين الحلقة بتاعي؟ حلقة؟ حلقة إيه؟ الحلقة الدايموند اللي أنت لابساه. اطلعي يا بنت بالحلقة. يوه خد يا ست، كنت هروح بقى فنت كلنا حرامية في الخير. امسكها. هات يا أختي. خد يا حبيبتي، تمام كده؟ ثانك يو. هاي خلاص كل تمام؟ وإيه اللي تممه يا روح أمي؟ انت فاكراها هتعدي كده بالسال؟ ده انت بتحلمي يا ست صباح. عليا الطلاق بالتلاته، ما كنت اعرف ان هم تبعك. وبعدين خلاص بقى، انتوا يعني مش جايبيني من مشيخه الازهر، انتوا جايبيني من قهوه الحراميه. طب يا اختي ما ترتيش كتير في الكلام، اديكي عرفتي، ما تبقيش تعمليها تاني، دول تبعي. ماشي حاضر، بس والنعمه ما انت ماشيه وانت زعلان، لازم اصبح عليكي. طب هتولعي على طول ولا لسه هترولي؟ انتوا لسه هتولعوا وترولوا. يلا يا خالتي عايزين نروح. اي يا بنت خدي نفسين بس اعدل دماغي على الصبح. خلاص مفيش مشكله، نعوضها المره الجايه ان شاء الله، والمصلحه بتاعتكم اعتبرها مقضيه. والله نجيلك مره كمان عشان تسرقينا تاني. فين اخلاق الحرام الشريف؟ فين اخلاق الحرام المصري الاصيل؟ خلاص بقى يا كابتن، انت هتقعد تقتتني؟ قلتلكوا والمصحف ما كنتش اعرف انكم تبع الست صباح. وبعدين خلاص المره الجايه اي دقه نقص مني هي عارفه اولي ايه واخري ايه، هتجبني على طول من قفاه. دي كانت صاحبه امك ده في كشتوه. ما خلاص بقى يا روح امك، انت هتقعدي تسيحي لي. يا جماعه اهم حاجه نشوف مصلحتنا، احنا ناخد منها اللي احنا عايزينه وبعد كده نرميها رميه الكلاب. معاك حق، وما تقلقوش منها، انا عارفه ديت. طول عمر كلامك الماس. خلاص يبقى احنا كده اتفقنا، تقول الصبح ان شاء الله على القهوه نقضي المصلحه. لا صبح ايه، بقول لكم ايه، اتكلوا انتوا على الله مع السلامه. اطلعي بنت حضري الولع وخلي امك تحضر الفطار. وقولي لها ما تنساش البيت. عناية الشقه هتنور. يلا سلام. انا مش عارف اشكرك ازاي عشان قدرت ترجع العربيه بتاعتي يا خالته صباح. يا روح خالتك صباح، مش عارف يا اخويا تشكرني ازاي. طب لما تعرف بقى قولي. سلام بقى حبيبتي يا خالته. يلا يا عندليب. خالتك دي ارجل من خالي. يعني هم راحوا قهوه الحرميه عشان يسرقوا العقد؟ مظبوط سعادتك. طب وتفتكر هذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده؟ الله، واحنا نخليهم يسرقوه ليه؟ ما نسرقوه احنا الاول. واحنا نتعب نفسنا ليه؟ ما نسيبه هم يسرقوه وبعدين احنا ناخد العقد. يعني تقصد هم يسرقوه بعد كده احنا نسرقه منهم؟ ما انا قلت ايه؟ مظبوط يا ضاحي. الله عليك يا ابو المفهوميه، يا ابو دماغ تتاهل بالداب يا ريس ابو الداب. عجبت سعادتك؟ حلوه. هقولها لك تاني، يا ابو دماغ تتاهل بالداب يا ريس ابو الداب. خلاص بقى ما ترخمش بقى، ما انت قلتها قلت لك حلو، هنقعد طول الليل. انا اسف يا ملك. عايز عينك عليهم على طول، واي حاجه تحصل تيجي تبلغها لي. حاضر حاضر سعادتك، بس هو كان في حاجه كده كنت عايز اقول لك عليها. خير؟
مفيش، احنا من ساعة ما العملية ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم، فكنت عايز حاجة كده تحت الحساب على الأقل ماشي نفسي بيها. بص عليك يا ضاحي، أنت طلبت حاجة وأنا قلت لك لا؟ لا. عمري حش عنك حاجة؟ لا. طب لما هو لا لا، أمال إيه؟ ليه بتقولها بانكسار كده؟ أه صحيح. بص عليك، لحظة واحدة. ربنا يبارك لك يا رب. بص هناك، بص هناك. حاضر. هو بيشوفني ازاي؟ بيشوف ظهره. ملحق بقى اروح اجيب شنطه عشان اخد فيها. خد فيها دي وده اعمل بيها ايه؟ تاخد 10 جنيه والباقي تروح الاخزخانه تجيب لي بيه دواء الضغط. طب ممكن اجيب لسعادتك شريط واجيب ليا شريط؟ هات لي دواء الضغط يا ضاحي، بقول لك حمول. حاضر. انت مفيش بقلبك رحمه. لا لا حاضر حاضر. الدواء يا ابني. حاضر حاضر. الدواء يا ابني مشكله. حاضر حاضر. اقص عليك، اقص عليك يا ضاحي. بجد I have no idea احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرامية تاني عشان تسرقنا تاني. على فكرة انت اللي جبتيني هنا تاني ومشينا وراكي تاني وجرجرتنا وراكي تاني. امال ايه يا سيف، انت عايزني اجي المكان ده لوحدي؟ ما خلاص بقى، انت هتفضلي شكاية بكاية كده. احنا كده كده عايزين نجيب العقد، وبعدين الحرامي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ولا ايه يا هاني؟ مظبوط. ياض سيب الحشيش ياض، انت جاي تساعدنا ولا جاي تستقبح هنا؟ شوشو ما تفصلنيش، اهم حاجه مع خطيبتك لازم تختار، يا تعيش راجل ولا تعيش مبسوط. طب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط. يا جماعه انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فتحي عشان نخلص من مكان الزفت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. بس اهي جت اهي. بس هي مالها عامله في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان. لبنان انتوا بتستعبطوا ولا انتوا مش عارفينها؟ مين دي؟ دي الفنانه رانيا يوسف. يا عم رانيا يوسف ايه؟ دي الخنازير البريه. ما هو المسلسل اسمه الخنازير البريه. بجد؟ ايوه. الستايل بتاعها خطير. انت بتتريقي؟ شايفه الشعر الاصفر مش القرف اللي انت عامله لنا؟ اه ضربالنا راسك بميه اكسجين وعامله لنا على فرانكا. اخرسي بدل، بجد وحياه ربنا هعيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي اخرك كده يا فتحي؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان، العيال في الحته بهدلوني، طول ما انا ماشيه يجروا الشعبطه يجروا الشعبطه. طب وما فرملتيش فجاه ليه؟ يقع على طول. ما جاتش في بالي بقى. معلش. الحمد لله على السلامة يا ست فتحي. الله يسلم يا ست فتحي. يا جماعة الجملة دي مش راكبة معايا، مفيش حاجة اسمها الست فتحي. أيوة صح. إيه موضوع فتحي ده يا فتحي؟ أنت باباكي سماكي فتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما أخذ الشغل يمشي، لكن أنا اسمي الحقيقي جايدة. طب والنبي وأنت جايدة هاتيلي معاكي ولعة. ممكن تديني شفطة؟ أه اتفضل. سيف. إيه؟ أكيد اسم جايدة عليكي أغرب بكتير بالنسبة لي من فتحي، فإحنا هنقول لك يا فتحي عادي. ماشي يا جماعه، ممكن نشوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت عشان انا متوتر جدا. وماله المكان ده؟ ده انا بفكر اتجوز واقعد هنا. بقول لك يا ست فتحي. نعم. اخبار القانون الجديد هنا ايه؟ لا والله جت لي متاخر، اخر تربتين لسه مأجراهم. سيبك من الواد المسطول ده، خليكي معايا انا دلوقتي. هنعمل ايه في موضوع العقد اللي احنا عايزينه من المتحف؟ اعتبريه معاك يا ابله. بص يا اساتذه، اهم من الشغل تظبيط الشغل وتستيفه، احنا بس اهم حاجه نعرف كل حاجه عن المتحف. المتحف ده اتاسس سنه 1838، كان بتاع واحده اسمها نازك هانم الغندقلي. نازك هانم الورثه بتاعتها اللي هم احفادها اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. لما اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. انت عبيط في دماغك يا كابتن ولا ايه؟ تاريخ. تاريخ ايه؟ انا مش عايز اعرف ده، انا عايز اعرف كل حاجه عن المتحف، يعني عايز اعرف مداخله، مخارجه، البروز، المناور، في لا مؤاخذه كام كاميرا معشيه جوه المتحف. ودي انا اعرفها ازاي بقى يا فلقوسه؟ فلحوسه. لا فلقوسه احلى عليها. مش فارق، هنعرفها ازاي بقى؟ هو انا عويله حضرتك يعني مستنياكي تيجي تقولي هنعمل كده ازاي؟ انا صحيت الصبح كده راحت الفكره فطت ونطت في دماغي، رحت قلت ايه يا بنت البسي سايحه اجنبيه. انت كده لابسه سايحه اجنبيه؟ اه. طب وحياه باباكي اللي سماكي فتحي، انت كده من بلد ايه؟ بصي هو انا ارجنتيني قلب على ارمني، يعني بصي في الاخر طلعت مني بولندي. احلى كلاب الكلاب البولندي. يكرم اصلك. المهم بقى وانا رايحه المتحف لقيت واد شيكي ميكي كده مع عده اصلي، رحت سالتها منه العده بقى، رحت مصوره بيها كل حاجه بقى من الصغيره للكبيره في المتحف. حلو قوي. فين الصور بقى؟ لا ما انا بعت العده وانا جايه وخدت التم. ايه بالصور؟ امال يعني اخسر فيها؟ انت حراميه ذكيه قوي ما شاء الله. ما تقلقوش يا اساتذه، المتحف كله هنا. هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان؟ ايه اللي جابه هنا؟
ريح ريح انت بس يا هاني، مالكش دعوه. بقولك ايه يا معلمه، هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا عمور، انا اكتشفت ان المتحف ده جاي على ناصيتين، يما قبلي ويما بحري. احنا بقى نخش من اليما البحري عشان تراوى. طب اليما البحري دي بقى من انهي شارع؟ لا يا حضرتك، مش على شارع، دي من الميه جوه النيل في البحر. يعني احنا نعمل نفسنا تماسيح طالعه من النيل عشان الناس تخاف وتجري. تماسيح ايه يا كابتن؟ هنخش بمراكب. I love the idea. انت طلعتي ذكيه على فكره. انت عارفه النيل بيجيب بوزيتيف انرجي. سيبك من العيال السيس دي وخليكي معايا انا. دلوقتي احنا هننفذ العمليه امتى يا معلمه نجفه؟ اولا ما اسميش نجفه، انا اسمي اختك فتحي، وانا شايفك متوتره كده واخده العمليه دي على صدرك وزعق. بصي يا ابله، احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جوه العمليه بنشد، فلازم قبل كده نرخي. يعني المهم، يعني انتوا النهارده بالمشيئه كده كلكم تجوري في مرسى المراكب اللي في المنيل ونتكل على المتحف. امين امين احمد واسماعيل. في المكان ده هو هنا؟ شكله عفاريت قوي. انت خايفه من العفاريت؟ لا، خايفه من المكان. يا فين بقى الست الهانم؟ كده اتعلمنا من حته كده اتفاجئنا. لا انا متخض. ايه ده؟ السلام عليكم. ايه راح فين؟ ايه؟ لسه معاكم وماشيه؟ انا جايه لكم اهو. فتحي، انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. هو انت وانت صغيره لما قالوا لك ان انت هتبقي حراميه ادوكي ده كيونيفورم يعني؟ بنلبسه بيكبر معانا. بيكبر معانا ايه؟ يعني انت بتخرجي من بيتك كده عادي، بتمشي في الشارع عادي؟ عادي. باين جدا يعني، بتروحي مثلا تروحي تشتري فول وطعميه باللبس ده ما عندكيش مشكله. ده لبس عصابات من ساعه ما الدنيا اتخلقت، من ايام عصابه القناع الاسود. ده عملوها في عنتر ولبلب. سيف، مفقوسة مفقوسة جدا. دي مش أول مرة تسرق، هي عارفة كويس هي بتعمل إيه. قولي له والنبي، قولي له عشان بس مفيش وقت والنبي للرغي ده، ويلا بينا نشوف شغلنا. أيوة يلا يا جماعة نسرق، I'm so excited. يلا بينا، يلا على المركب. يلا مركب إيه؟ هنركب المركب دي كلها نتفدح. تعال يا ابني تعال. أوكي، يبقى في حاجة تانية. أنت نزلني. تعال يا حاج. على مهلك. على مهلك. على مهلك كمان. حسبي ان اللي تقع على وشك. شكرا، الله يكرمك. هنركب في اللوكا. ايه ده، في واحد في المركب؟ ايه ده، اشمعنى دي عارفاه؟ استنى، في واحد في المركب؟ تبعي بجد؟ اللي في واحد في المركب يعني؟ ايوه يا ابني، هي عندها تيب. تخافيش يا امور، خش. ايوه بس احنا كده وصلنا المقر، نبتدي بقى نوزع المهام. يلا شرهان وهاني هتخشوا المتحف، تشدوا سكنه الكهرباء، تقطعوا النور عن المتحف. نيلي وسيف تخشوا عند العقد، تجيبوا العقد والجولي بس. وانت بقى يا فتحي هتعملي ايه؟ لا انا هعدي على خالتي هنا ساكنه في الكتكات، اخدها افسحها شويه في الفلوكه الحلوه دي، وانتوا على ما تخلصوا تدوني رنه صغننه اجيلكم نروح سوا. وحياه امك، جرايا بلا في ايه؟ ما انا قلت لكم من الاول ان الشغلانه دي محتاجه رجاله معايا. الله، وبعدين انا اصلا بقالي كتير ما عملت الشغل بايدي، وكمان ولا لياقتي ولا مكانتي الاجتماعيه يسمحوا لي بالشغل ده. في ايه يا عم عزت العلايلي؟ هو احنا رايحين نفجر ايلات؟ وبعدين ايه حوار مكانتي الاجتماعيه ده؟ اصل انا اصل ايه؟ بصوا من الاخر كده، انتوا شكلكم ولاد حلال، وانا حبيتكم يعني زي اخواتي، واتسمت فيكم الخير. فبص انا هجيلكوا على الدغري واحكي لكم بصراحه، انا اصلا مش حراميه، انا بسرق وانا مجبوره. الله يسامحك يابا، خلتني كده مقهوره، طلعني ليه حراميه؟ انسانه مش متربيه. ايه ده؟ هو احنا طالعين نسرق مع فؤاد نجم؟ استنى، هي مش دي اغنيه مع احترامي انا مش حرامي؟ ده بتاعت مين دي؟ احمد فؤاد نجم. بقولك ايه يا فنانه، هتقعدي تقولي لنا بقى صعبانيات وتغني علينا؟ الكلام ده ما ياكلش معانا. انت قابضه فلوس وانت اللي هتخشي تسقي العقد. خلاص يا شريهان، لو هي مش عاجبها الكلام ممكن نخلي صباح تعمل معاها زي ما عملت مع سيد عضه. سيد عضمه whatever، هي هتعرف تتصرف معاها. انتوا هتقرفونا كل شويه صباح صباح، الشغلانه المنيله اللي انا غرست نفسي فيها دي. خلصونا يا جدعان، هطلع معاكم. يبقى استبينا، هطلع انا وفتحي وسيف نجيب العقد، وانتوا تراقبوا لنا الجو.
سيف ايه؟ ما تطلع انت وفتحي وشرهان. يعني ايه؟ البنات تدخل تعمل المهمة وانتوا تقعدوا تتفرجوا؟ يا سلام، دلوقتي البنت مش زي الولد؟ فين البنت المهندسة والمحامية؟ اهي بقت حرامية. مش هرد عليك. معلش المرة دي هتبقى لدرجية، يلا بقى. أنا مش عارف ازاي أطوعك وأطلع أسرق أنا دلوقتي. سيف كفاية دلع بقى، يلا ما تعطلناش. خد يا عم الواد الخير. خد كشافة عشان ما تخافش. يلا. خد معاك تورتش هي تنور لك جوه. يلا. بسم الله الله أكبر. يلا يا عم. حاضر. هاني رايح فين؟ هات ايدك. تعالى. اسندوا الطفل ده. أوه. عم ابراهيم هنا خانقه قوي، خلينا نطلع نستناهم بره في الهوا. بقولك ايه، هي خالتي ما حكتلكيش عملت ايه مع سيد عظمه؟ لا مش عارفه، هي قالت لنا هتقول لنا لما نكبر. اي جاس حاجه عيب. يا فتحي انت هتبيعني ولا ايه؟ فتحي شايف البوزيتيفيتي اللي طالعه من النيل؟ الجو تحفه. شممت البوزيتيفيتي اللي طالعه من شكماني الماركت؟ ما رشقتش في صدرك غشلقته؟ لا طبعا، لان انا مش بشوف الحاجات النيجاتيف اللي زيك دي. والنبي تلاقي على عينك بقى بالنيجاتيف والبوزيتيف بتاعك ده، عشان انا شاكه ان الواد هاني ده هيطلع حرامي بجد ولقى نفسه في الشغلانه دي. شاكه؟ انا متاكده ان هاني ده هياخد العقد ويهرب بيه ومش هنعرف نجيبه. وجهه نظر يا نيلي، اول مره تقولي حاجه صح. تعالوا فتحته. يا نيلي يا الغباوه دي، انت اللي غبي ومتخلف. خلصونا الله يخرب بيتكم. تعالوا تعالى انت. ايه؟ روح من هنا، هتلاقي سكينة الكهرباء، شدها تقطع النور وجن عند العقد. يلا ماشي يا معلمة. وانت تعالى. اجي في ايه؟ خلص في يا فتحي. يلا استر يا رب. العقد في المكان ده يا فتحي. فين؟ اهو. اه هو ده. بس على مهلك بقى. استر، هو ده اللي انتوا عايزينه؟ ايوه ايوه هو صح. يا رب ما تكهربش والنبي. بس يلا بقى. استني صحيح. ايه؟ ممكن يكون الانذار متوصل بجنريتور. ايه يا عم السيميليتور ده؟ احنا في دريم بار. سيميليتور ايه؟ بقول لك جنريتور. اللي هو الجنريتور ده. اللي هو بيولد كهرباء. يعني اللي هو بيعمل ايه؟ بيولد يعني لما النور يقطع هو بيولد كهرباء. اه انت قصدك اليو بي اس. انت عارفه اليو بي اس ومش عارفه الجنريتور؟ اه يا اخويا عارفه اليو بي اس، وبعدين ما هو احنا اصلا خليناه يقطع الكهرباء عشان الكهرباء ما هتقطع اليو بي اس مش هيشتغل. انت متخلفه، اليو بي اس اصلا معمول عشان لما النور يقطع يشتغل. استغفر الله العظيم يا رب. استسف، هو حضرتك اللي حرام ولا انا اللي حراميه؟ انت طبعا الحراميه. طب حضرتك دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا مش بشتغل، انا بدرس. بتدرس ايه؟ هندسه كهرباء. هندسه كهرباء. انا ينفع افتي دلوقتي في شغلانتك؟ فتحي انت دلوقتي بتفتي في شغلانتي، انت ما بتعمليش اي حاجه غير انك بتفتي في شغلانتي. ايه يا جماعه؟ ايه ما خلصتوش ليه؟ هنخلص حالا. بتعملي ايه؟ يا عم خلص بقى، انت في ايه؟ الانذار هيضرب. مش انت دلوقتي كل مشكلتك في الحياه ان انا اخد العقد ده من غير ما اشيل الصندوق الزجاج عشان خاطر الانذار ما يضربش؟ ايوه. خلاص انا هاخد العقد من غير ما اشيل الصندوق الزجاج. ازاي بقى يا ست كاثرين زيتا جونز؟ هوريك حالا. هات تعالى في ايدك ده. خدي. مسكوا ولا ايه؟ طب يلا نهرب احنا. يلا يلا. لا لا يا نيلي مش هينفع نهرب ونسيبهم، انا عايزه العقد برضه. وجهه نظر،
أول مرة تقولي حاجة صح يا شريهان. امسك نفسك امسك نفسك. طبعا بتحرق لي أنا مش قادر. خلاص ما تلعبش فيها. هاني هاني أنا مش قادر. واضح إنها النهاية. لا نهاية إيه؟ إحنا لسه في نص رمضان. طب كملوا أنتوا الطريق هاني. أنا المشاهد دي بتأثر فيا قوي بس مفيش وقت. يلا نقطوا يلا يا اخويا عد ما تستموتلناش. تعالى اسند عليا اسند عليا. بيعملوا ايه؟ هينطوا؟ يا لهوي ايه ده؟ دي طلعت غاوطه قوي. اه امال انت فاكراك كبرتاج ولا ايه؟ طب انت معكش عوامه بطه؟ لا بقول لك ايه؟ شجع كده ونطي قفزه الثقه. يلا لهوي حرام الميه دي مسقعه قوي عليهم. تعالوا يا تعالوا مش عارف سمعت كلام كل انا وجيت معاكم عشان ما عندكش شخصيه. يا جماعه انا بنزف جامد قوي محتاج نقل دم وفصيلة دم نادرة. أنا كده أموت. خلاص بقى يا سيف شكلها حاجة بسيطة يعني مش هتموت ولا حاجة بس من فضلك ما تقربش مني عشان أنا ما بحبش الدم يجي على هدومي. دم إيه يا جماعة؟ ده جرح سطحي. جرح سطحي إزاي؟ وأنا حاسس إن الرصاص اللي دخل في كتفي. بقول لكم يا كباتن العقد ده فوش. فوش؟ فوش يعني إيه؟ مش عارفة يا أختي يعني إيه فوش؟ يعني فالسو يعني اي كلام يعني مضروب يعني طلع فتش. وات فتش؟ يبقى اكيد العقد ده هيوديني لحاجه تانية. بموت. بس بقى هنعمل ايه في المصيبه دي؟ طب اسمعوا احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشفى ونروح نشوف موضوع الفوش ده ايه. انتوا عايزين تاخدوني لحم وترموني عظم ولما اروح المستشفى يقولوا لي مالك في كتفك في ايه اقول لهم ايه؟ ده كاتشب. انا مش رايح لوحدي كلكم هتقعوا معايا وهجرجركم كلكم. بقول لك يا كابتن اهدى على نفسك كده وبلاش افوار عشان الفيلم ده انا شفته قبل كده. خلاص يا جماعه احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفه في موضوع العقد ده وكتفي وتشوف لنا صرفه في موضوع كتفك وتشوف لنا حاجه ناكلها عشان ميتين من الجوع كلنا. يلا بينا. خدني معاك يا هاني. خليك بقى هاني. انا بنزف في هاني. سلام يا عم ابراهيم خلي بالك من نفسك. انت واثقة في عم ابراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا؟ هيفتن علينا اكيد ده سمع كل حاجه. ده مخبر اساسي. هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها لهم. اهدي. معلش في ايه؟ انت يا عم يا اللي منور العالي. ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور. في ايه؟ هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها لهم. ايه ده؟ اهدي. معلش ايه ده؟ في ايه؟ مين دول؟ انت يا عم يا اللي منور العالي. ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور. لا ايه السواقه الزفت اللي انت بتسوقها دي؟ انا مش خايف على العربيه؟ السكك كلها مطبطه وانت عمال بتجري؟ مش خايف مسمار يخش فرد الكاوتش يبوظها؟ انت عارف التيل بتاع العجله بكام دلوقتي؟ ابو الدهب بيه سيبك من التيل خليك تقيل المهم العقد. خلاص خلاص. ايه يا بنات؟ انا مش سامع مؤاخذه قلت لكم لما تعوزوا حاجه تقولوا لي ولا لازم اقرص لكم ودنكم؟ ولا انا اتكلم ولا حتى انت لم تنادي؟ الله 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 ده الموضوع عقلي بقى وطلعتوا قرايب في بعضيكوا. طب اتكل انا بقى على الله الحق اخد خالتي افسحها شويه وارجع لكم تاني. سلام عليكم. استنى يا فتحي احنا مش متفقين اوصلك ولا ايه؟ استنى هاجي معاك يا فتحي.
استني عشان ما تتوهيش. خد هنا تعالى هنا. تعالى. ايه ده؟ هو انتوا تعرفوا بعض؟ دي تاني مرة نشوفهم مع بعض، ديفنتلي يعرفوا بعض. فين العقد؟ عقد ايه؟ العقد اللي مؤاخذة سارقينه دلوقتي من المتحف. احنا ما سرقناش حاجة. احنا كنا بنتعشى. والله؟ وايه اللي على كتفك ده؟ ده كاتشب. بس بيحرق قوي. اه ما انت عشان طلبت سبايس قلت لك بلاش السبايس. بقول لكم ايه؟ احنا في منطقة لبش. والحكومة دلوقتي بتدور على اللي سرقوا المتحف. يعني ممكن تطب علينا في أي لحظة. اخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد. حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه. ضحي طلع حقيقي ولا خرز بقى؟ لا طلع حقيقي طبعا. انت يا زفت يا ضحي انت ده. ايوه ابو الدهب. بايه دلوقتي؟ احنا عايزين العقد وهما مش عايزين يدونا العقد. اه نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم ايه؟ انت بسألني؟ ما ناخد العقد بالعافية. ايوه ناخد العقد بالعافية. اللي معاه العقد يطلعه ولا فرغ المسدس ده كله بنفوخه. انا محدش يضربني بالنار تاني. هو انا واقف على العربية بأم؟ خلاص يا هاني اديهم العقد. ومعاك انت العقد بسرعة. حاضر بسرعة. ثانية واحدة. هو ده يا جماعة العقد اللي انتوا عاملين عليه الحوار ده؟ هو ده. طيب مش تقولوا كده من الأول؟ اعملوا لي غسيل معدة بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ وباعه. الواد ده عبيط ولا متخلف ولا ايه؟ هات مني العقد. ده هات العقد بقولك. مش قادرين تسرقوا خاتم. العقد ابو الدهبي. طب يا بنات المؤاخذه كانت مشكلتي مش معاكم انتم. المؤاخذه كانت مع جدوك الله يرحمه بقى. وانا خلاص حتى حقي. بالسلامه انتم. يلا ضاحي. اتفضل ابو الدهبي. أحسن يا موزي. سلام. أحسن بتبلع العقد؟ تفكر نفسك إسماعيل ياسين؟ أيوة يا عم بيبلعوا الحاجات. أنت كويس؟ أه شفت حاجة كده؟ شوفي. لا مفيش حاجة. طب على فكرة يا أنكل عم ذهب العقد فقشة أصلاً. أوكي؟ ما تجمد بقى يا عم سيف. في ايه؟ ما احنا ياما اتضربنا بالنار وبالسيوف وبالكرابين كمان، ما عملناش زيك كده. ده وانا صغير لما ابويا كان بيعاقبني كان بيلسعني بالمكوى في وشي. ليه انت ابوك كان ياجوج وماجوج؟ لا بس كان بيعلمني. هاني. ايوه. خد الجواب ده اديه لبابا وماما في السعوديه. ايه ده؟ انت سعودي يا سيف؟ شبيه الريح شبيه الريح. يا عم سيف ايه؟ فيش ولا كلمه باينه. الجواب كله دم. كتبته بدمي. ايوه تمام. هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ نكتبه تاني. نكتبه تاني. اكتب عندك يا هاني. اقول ابي الحبيب ام الغاليه اصيل ابكي انزف واموت وتعيشي ضحكة مصر. لا وحياة خالتك انت ما اتضربتش بالنار وانت بتحرس الحدود. انت اتضربت بالنار وانت بتسرق متحف. ما تقولش بتسرق. انت اللي خليتنا نعمل كده. انا ما كنتش عايز. انت حرامي. ما تفكرنيش يا انت حرامي. وده مصير كل خير. قلت لي روح. انا ما كنتش عايز اروح. ايه يا واد قاعد بتناكب فيك ليه؟ قوم من هنا. بيخاطرف من الرصاص. معلش يا حبيبي استحمل شوي. انا هطهرها لك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه ده يا خالتي؟ هو انت ليكي في التمريض؟ ايوه وعندي كمان الطق. انت كمان خريج التمريض؟ لا كنت جايباه عشان شهر العسل. النبي انت اللي عسل. طب يا فالح هات السكينه دي من جنب. هتجيب السكينه ليه؟ هتعملي بالسكينه ايه؟ متخافش شاك الدبوس. شاك الدبوس؟ لا انت هتغزني بالسكينه وتعملي الطلقه كده وتنط في الميه صح؟ وانا اعمل طب بتشل. ايه الفيلم الهندي اللي انت عامله ده؟ ده انا جايباها عشان اقطع بيها الشاش. سيف عامل ايه يا صباح؟ الحمد لله يا حبيبتي جت سليم. انا هطهر له الجرح بشويه كولونيا وان شاء الله هيبقى زي القرد. كولونيا؟ لا كولونيا بتحرق بنشطشط لي الجرح. معلش يا سيف استحمل كل ده عشان مصلحتك وبعدين انا جنبك. هاتيلي الصينيه دي من وراكي. نيلي خليكي جنبي ما تسيبنيش. كلنا جنبك يا سيف ما تخافش. بص احنا هنعمل ايه؟ هنعد من 1 2 3 وبعدين نحط الكولونيا على طول. خلاص ماشي هنعد 1 2 3 عشان خاطرك اعمل كده. صدقني مش هتوجعك ولا تحرقك ولا اي حاجه. يلا يا صباح. طب استنى اغمض عيني.
غمض. يلا نعد 1 2. ايه يا واد في ايه سرعتني؟ انتوا خمامين كلكم، انتوا كذابين كذابه، عشان قلت لها تعدوا 1 2 3، عديتوا 1 2 بس ورشيتوا. انت خمامه يا خالتي صباح، خمامه. يعني لو كنا عدينا لتلاته ما كانتش هتحرقك؟ يلا يا هاني نشوف شريهان. سلامتك يا سيف. سلامتك سلامتك سيف، وريني الجرح كده. دي الكاسمة. اقبل. مالك يا واد عامل كده ليه؟ بتحرق قوي، مشتشتة قوي. انا مش قصدي عالطلقة يا خفيف، انا قصدي مالك مبهدل نفسك قدام البت نيلي كده وسايب حالك ومحتالك ليه؟ مفيش، مش صديقة، صديقة وبسعادة. انت بتسرح بيا يا ولا؟ فاكرني تلميذة بتشتغلني؟ خدت رصاصة في كتفك عشان صديقة؟ امال ايه؟ انت بتحب نيلي يا ولا؟ انا ما بحبش اتكلم في الحاجات ديت، انا ماليش في الحاجات دي، انا مركز في دراستي وابحاثي، لكن انا ماليش في الحب والحاجات دي. مالكش في الحب؟ انت فيك حاجة يا ولا؟ فيا ايه؟ لا بقولك ايه، خالد صباح انا كويس وزي الفل وكده. طيب مادام انت كده بقى انا هقولك الكلمتين اللي فيهم الخلاصة. قولي. البت نيلي دي قوية ومستقوية ومناخيرها في السما، بس كل ده عالفاضي، عاملة زي الفرسة الجامحة وعايزة الخيال اللي يحكمها. أيوة، يعني أخذ كورسات ركوب خلف نازلة السمان يعني، ولا أعمل إيه؟ لا يا روح أمك، عايزاك تمسك نفسك كده وتشد روحك، ما تبقاش يعني لا مؤاخذة كده. لا مؤاخذة إيه؟ خالد صباح لا مؤاخذة، قلت لك أنا كويس وزي الفل وكده، أنا كده. طب كويس يا أخويا إنك كده. طب بقى لا مؤاخذة، أتكل أنا على الله وأسيبك تستريح وتفكر لك شوي. خالتي صباح دي طلعت صيعة صيعة. ايه شريهان انت لسه متضايقة؟ ولا متضايقة ولا حاجة، هتضايق على ايه؟ ما حياتنا زي العسل اهي، وعم دهب اخد العقد والفلوس راحت وشكرا. انت ليه مستسلمة كده؟ بقولك كل حاجة راحت يا نيلي. مفيش حاجة راحت. ازاي يعني؟ انا عارفة انا بقولك ايه، مفيش حاجة راحت خالص. ممكن بليز تديني موبايلك عشان موبايلي قطع شحن؟ موبايلي مع الواد هاني في الحمام بيلعب جيمز. مش عايزة اتخيل اصلا. شوشو، ها هاتيلي كوز مية عشان الشطافة ضعيفة ومش طايلة. لا يا هاني مكسلة، قوم بل منديل. انتوا ازاي مقرفين زي بعض كده؟ انا هرجع. شوشو، ها مش لاقي مناديل، بس في فوطة جنبي قابلها. ماشي، بس عينها على جنب عشان محدش يستخدمها. بس انا في حيوان، انت مالكش دعوه بالفوط اصلا. انتوا ازاي كده؟ ايه البت الاوفر دي؟ هو هيمسح بيها وشه؟ بص على ايه، طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد ساعتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع الوقت فالصو. يكونش يبدله الاصلي بواحد فالصو بصنعة لطافة بخفة يد. يا سلام يا سلام على دماغك، وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ صحيح. هذا اللي مجنني، انه احنا عارفين العقد فالصو، بيسرقوه ليه؟ صحيح. انت مفيش وراك غير صحيح صحيح. اخرس خالص، مش عايز اسمع صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو، ايوه نيلي، عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع، تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه الوقت متاخر؟ صحيح. طيب بكره فين؟ في المرسم. ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ سعادتك. طب ايه بقى مؤاخذة الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟
بص يا انكل عم ذهب. نعم. عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض، احنا عندنا شويه معلومات واللغز، حضرتك عندك شويه معلومات بلس العقد، فاحنا نظبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده، بس اللي أقوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور، عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ وات ايفر يعني. وبعدين اوكي، حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا، ومحدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد يا ضحى. اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فوقش اصلا. مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفوقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش، بس استني اما اتاكد بس. اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير، قالت له ماشي، وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش، ووصل الراجل تاني. الراجل: انا جاهز يا جده بطه، احضرت النقود معي. الجده بطه: وانا لا اجد ما اقول لك، لقد ضاع العقد فجاه ولم اجده. الرجل: اوه انها خساره كبيره، لقد وعدت زوجتي ان اهدي هذا العقد الثمين بعد ان احفر عليها اول حروف من اسامينا، ماذا اعطيها الان؟ فلة وياسمينة؟ الجده بطه: انا في قمه الخجل ولا اعرف. العقد محفور عليه حروف وارقام. اه يا بنت، ما هي دي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالسو. مغزى ختم فالسو ازاي؟ الحاجات الاصليه بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضاح. انا قلت حاجه؟ انت امبارح مش قلت كده؟ والفالسو له ختم برضه يا حمار. لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعه هي الحروف دي ايه اصلا؟ زد ب، بس مش عارفه اقرا الارقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني. طب اختصر زد ايه؟ صاد يا بنتي، صاد. صاد ب 717. ايوه يا جماعه، صاد ب ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد ب 717 ده نمرة العربيه بتاع جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. اه صحيح، وكان في عربيات ليها ارقام. احمر انت. انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخلص انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه يضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري. بربورك؟ صابون بالموليف. يكونش صندوق بيرة. سمك بوري. لا يا جماعة استنوا استنوا، انتوا بتهروا في ايه؟ صاد ب اختصار صندوق بريد. اه صحيح، صاد ب طول عمرها صندوق بريد. يكونش صوصن بدر. ما تخلص بقى، ما خلاص عرفتينا، صندوق بريد. انا قلت اجتهد. لا ما تجتهدش. يا جماعة يا جماعة، صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير، عارفه؟ اه شريهان. You look very stupid. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ اه صحيح. سيبك من عم دهب، دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي، هنكلم دليل التليفونات. اه صحيح. معلش يا عم دهب، تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ اه اه شوفي تليفون انا، البطاريه فاضل فيها 3 شهور. ما تاخدي التليفون بنت عمك اهرب لك. ايه اصيل يا عم دهب، هاتي هنا التليفون. حركات رخيصة قوي، خد يا بنتي. ألو السلام عليكم. أيوة لو سمحتي، عايز أعرف عنوان صندوق بريد 717 ده موجود فين؟ يكونش سكر بر. بر إيه؟ ما خلاص يا ابني أنا قلت أكتئب. ما تكتئبش، قول لي صندوق بريد وارسل عليه خلاص. فين؟ مكتب بريد الحماية الجديدة. شكرا، السلام عليكم. مكتب بريد الحلمية الجديدة. بتهزري؟ هو الحلمية ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت، خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكونش صافي نار بطرق.